مرحبا. اهلا. بقدر اقابل سعاده القنصل؟ في موعد مسبق؟ لا بس الموضوع كتير ضروري. ومين حضرتك؟ ماري عجمي. ماري عجمي، يعني اذا ما كان سعاده القنصل فاضي قابلك اكيد ما راح يسلم من مقالاتك. على كل نستني شوي لشوف. تفضلي، سعادة القنصل عم تنتظرك. شكرا. ست ماري عجمي، يا اهلا وسهلا. اي شرف رح تناله اليوم قنصليتنا بزيارتك. شكرا سعادة القنصل. جرأتك ودفاعك عن اهل بلدك ترفع له القبعة. واسمحي لي اعبر لك عن اعجابي بكتاباتك وبشارك، حتى انه اسمك صار معروف عند الدولة اليونانية. تفضلي ست ماري. بلادي يا حضرة القنصل واقع تحت ظلم كبير، واجب علينا نحن أهل البلد نعمل كل شي منقدر عليه. ألمك يا ست ماري عم بيكون أقوى من البارود، منشان هيك لازم تنتبهي منيح، لأنه السلطات العثمانية حطتك تحت أنظارها. مجلة العروس سكروا لي إياها، المجلة اللي كرست حياتي إلها، شو لسه بدهم يعملوا؟ مقالاتك ما وقفت بإغلاق مجلة العروس، والسلطات العثمانية بتعرف هالشي. وبهالمناسبة حابب نقلك إعجاب حكومة بلادي فيكي كأول امرأة سورية بتصدر مجلة شاملة مثل مجلة العروس، وبيكتب فيها كبار الشعراء والكتاب. شكرا سعادة القنصل، ورح يكون شكري إلك أكبر بكتير إذا ما رديتني خايبة بالطلب اللي قصدتك فيه. تفضلي. بيترو باولي. بيترو باولي، صحفي، ايه عرفته، شاب شجاع كتير. بيترو ولد وكبر بهاي البلد، بس هو بالأصل يوناني من رعاياكم. صحيح. بيترو اعتقل بعليه من كم يوم ورحلوه على الشام، وبتعرف حضرتك الأحكام العرفية اللي عم يصدرها جمال باشا، وخاصة بالكتاب والأدباء. يعني أكيد سمعت إنه من 4 سنين أعدم زوقان الأطرش والد سلطان باشا الأطرش مع 4 من أشجع رجال جبل العرب، ومن كم شهر عدم الخور يوسف الحايك هون بالشام. لهيك أنا خايفة على بيترو كتير، إذا حضرتك ما تدخلت وساعدتني يمكن ينعدم. تأكدي إنه رح أعمل اللي بقدر عليه. هاد كل شيء قدرت أعرفه عن الجماعة. لك أم العالم بتحب الفاينة، لو عليه هون شيء كانت العالم طبلت وزمرت. إيه أمو، بس نحن لهلأ لسه ما عرفنا شيء عنهم. يمكن أحسن شيء نبعت لعمتي سوريا بالأسيتاني، خليها هي هونك تسأل عليهم. أوهو، علينا ليس الخبر لعمتك وتسأل عنهم وترد لنا خبر. إيه بتروح لسه سنة. إيه وتروح سنة اللي ببيت أهله على مهله، على شو مستعجلين ما بعرف. لك أمي، أنت ليش محتلم تطير العريس من إيد أختها؟ ويطير عمرينه، ما عم افهم انا كيف اختي الوحيده بتكون زتوها هيك كيف ما كان. شو صبحي ابو سعيد؟ قوم شاركنا الحديث، انت شو رايك؟ شو لك عم نحكي عن جوازه زبيده. ايه يا بي، انت مشروح قلبك لجوازه؟ يا بي احكي احكي، لا تستحي، الحلال ما في عيب أبي. الصراحة أمه وأخته للعريس بيشرحوا القلب. إيه خلص لكان، تكلوا على الله. شو هالحكي يا أبي؟ شو عم تحكي أنت؟ لك شباك، أكيد الجماعة مناح، لو مو مناح كان طش عنهم 100 خبر عاطي. إيه وعمي الله يرحمه يلي لهلا لسه ما نشفت راب قبره. معك حق لك أمي، معك حق، نحن حنعمل كل شي عالضيق والساكت. لا، إذا الشغلة بدها طني ورني رح نعمل طني ورني، لأنه الحي أبقى من الميت. خلصينها، بس يجوا الجماعة اتفقوا معهم واتكلوا على الله. قوم شوف مين جاي يا بيون. بأمرك. أهلا
يعني هو الموضوع عائلي ما بينحكى فيه، بس أنا راح أطلع على الأصول وأحكي. أنت بتعرف يا شيخي إنه صار لي سنين أنا عم بصرف على أخي صالح، وأنت كمان يا أبو عبدو بتعرف إنه قبل ما يتوفى الله يرحمه الضباط ما كان ينزل فيه على الشغل. بس يا حجي صالح له حصة. مظبوط، بس منين كان يأكل ويشرب؟ مين كان يطعم عياله ويكسيون؟ قل لي شيخي منين؟ موجع عليكم الله، تقولوا لي منين؟ حصته من البحر؟ وانت قلتها، الله سبحانه وتعالى نطقك بالحق، معناتها أنا كنت عم بعطيه حصته. بس يا حجي على حد علمنا وعلى مسمع الجميع، الحصة ما كان يتصلوا على المزبوط. شو قصدك شيخي؟ أنا كنت عم باكل حق أخي؟ مو القصد هيك. يا أبو سعيد، أنت قايله لأخوك الله يرحمه إنك قايم لك مال تحصته لوقت العازي، وهلا مرته وبناته بعازي. مو صحيح الحكي ابنه، أنا متفق معه الله يرحمه إنه كل شيء بعطيه هو من حصته، يعني هو ما قاله عندي شيء هلا. بعدين لا تواخذوني، من الآخر الناس عم تجيب معدلي وعم تنسى منايحي. هذا البيت اللي قاعدة فيه هلأ مرت المرحوم، أنا إلي حصة أكتر منها ومن بناتها، فتحت تمي طالبتهم بشي، الدنيا حرب والناس عايفة حالة وعم تدور على القرش، وأنا من تم ساكت علي دفع، وأنا من تم ساكت لك يقولوا لي يا شبكو. طيب يا أبو سعيد، نحن من هون ورايح ما عاد نحكي. أنت أقرب الحسابات اللي بينك وبين أخوك، بس من هلأ ورايح شو رح تعمل؟ ما حبيتها منك أبو عبدو. ليه بقى؟ لأنك فتت بالغميق كتير، أنت أأمن علي من شرفي وعرضي. بنات المرحوم عرضي وشرفي، وأنا أأمن عليهم من أي حدا تاني. معاذ الله يا حجي، أبو عبدو مو هيك قصده، لأنه المستورة بسيمة حطتنا واسطة. الله يعينها، ونحن جايين ناخذ منك كلمة رجال مشان حصة صالح بالمحل. لا لا تزعل مني شيخي، انتوا طلعوا منا وانا ادرى بعيلتي وداخليتي. يعني ما رح تعطينا كلمة؟ استغفر الله العلي العظيم، انت ببيتي ودايس بساطي، ما رح رد عليك. خذ لنا طريق. ما خلصنا حكي ابو عبدو. الظاهر ابو سعيد ما رح يعطينا كلمة قدام رجال، بس رجال ساحة الدوامني ما بيتركوا أراملهم وأيتامهم هيك. شو قصدك أبو عبدو؟ كل الرجال الحاضرين فهموا قصدي يا أبو سعيد. عم تعطي علي وأنت ببيتي؟ سعيد الله يرضى عليك، خدنا درب، ما بدنا نغلط قدام رجالي. تفضل شيخي. يلا يلا.